أعرب معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن بالغ الاعتزاز وعظيم التقدير للدعم اللامحدود الذي تحظى به السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، مؤكدا أن مجلس النواب باشر فورا وبصفة عاجلة تنفيذ التوجيهات السامية من خلال اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة وبالتعاون مع الحكومة الموقرة ومجلس الشورى الموقر، وذلك لبحث إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وفقا لمبدأ التشاور والتوافق وصولا إلى حل يرضي الجميع بما يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين ويكفل ديمومة الصناديق التقاعدية والوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وأشاد الملا بما يليه جلالة العاهل المفدى يده الله من اهتمام رفيع ومتابعة كريمة لموضوع التقاعد والتوجيهات السديدة لمعالجة وضع الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان ديمومتها لما يمثله التقاعد من أهمية كبرى في حياة الفرد باعتباره من أولويات العمل الوطني في هذه المرحلة، وذلك خلال ترأس جلالته جلسة مجلس الوزراء.